بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، من الجوانب الشرعية التي اهتمت بالحديث عنها بالتفصيل سورة البقرة. من هذه الجوانب جانب النفقة والإحسان وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين. اهتمت سورة البقرة بهذا الجانب اهتماما واضحا في أكثر من 20 آية، وعندما تحدثت عن ذلك تحدثت حديثا جامعا، فضربت الأمثال للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم بينت آداب النفقات أو آداب العطاء للغير، آداب دفع الصدقة للغير، وأتت بأمثلة لمن ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ولمن ينفقون أموالهم للزهو وللرياء ولكي يقول الناس عنهم إنهم قد فعلوا وفعلوا وفعلوا. ثم جاء تحذير، تحذير من الشيطان الذي يأمر بالبخل. ثم نجد في النهاية من هم أولى الناس بالصدقة، من هم أولى الناس بالإحسان وبالعون وبالمساعدة. نجد الآيات الأولى منها تبين لنا حسن عاقبة الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله. نجد قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثلهم حالهم كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، حبة واحدة أنبتت 7 سنابل، يعني 7 فروع، في كل سنبلة من هذه الفروع 700 حبة، يعني 700 حبة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، 7 فروع، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن معناه أنك تعطي الشخص شيئا ثم تعايره: أنا أعطيتك، أنا كذا وهكذا، ولا أذى، يعني كأولئك الذين إذا أعطوا السائل يعني يقولون له كلاما سيئا. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد ذلك: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. آداب الإنفاق في سبيل الله، آداب الصدقة، قول معروف ومغفرة خير. مغفرة يعني التجاوز عن سيئات من تعطيه، خير من صدقة يتبعها أذى. بعد ذلك:
تشبيه لمن ينفق أمواله من أجل آلاء كلمة الحق، وينفق نفقة كثيرة لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومثال آخر: لأولئك الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء الناس، مثلهم كمثل شيء من التراب فوق حجر نزلت الأمطار فأزالته دون أن يستفيدوا شيئا. ثم يأتي التحذير من وساوس الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم تحريض، تحريض وحث على مواصلة الإنفاق في سبيل الله وتقديم العون لمن هو لأولى الناس بهذا العون. في ختام الآيات الكثيرة التي تحدثت عن آداب الصدقة تأتي في الآخر كأن سائلا سأل وقال: يا رب، تأمرنا بمن نقدم؟ من هم أولى الناس بتقديم الصدقات إليه؟ من أولى الناس؟ فيأتي الجواب: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. للفقراء كما يقول علماء اللغة العربية، للفقراء ده جار ومجرور، حرف الجر اللام والمجرور الفقراء، وده متعلق بكلام محذوف. هذا الجر والمجرور متعلق بكلام محذوف، تقديره: اجعلوا نفقتكم، اجعلوا صدقتكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني وحوصروا وهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل، لا يستطيعون ضربا في الأرض. هؤلاء الفقراء لا يستطيعون الخروج والسفر لطلب الرزق، دي صفة أخرى من صفاتهم. صفة ثالثة من صفاتهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يعني هؤلاء الفقراء لعفافهم ولطهارتهم هم محتاجون، لكنهم لا يمدون أيديهم بالسؤال. يحسبهم الجاهل، أي الجاهل بأحوالهم، يحسبهم الجاهل أغنياء، الجاهل بأحوالهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.